عليكم وسعداء بتجدد التواصل معكم. الليلة نفتح وإياكم ملف نساء مغربيات تزوجن من أجانب في ستينيات القرن الماضي، استقر بهن المقام بأوروبا وانقطعت صلتهن بعائلتهن لظروف ما، وافتهن المنية وحمل الأبناء أمنية معانقة الأصول في قلوبهم. المزيد في انتظاركم، لكن بعد تصفح سريع لمواد العدد. بداية نتوقف بنواحي مولاي بوسلهام، حيث تقطن أسرة محمد المعروف الذي توارى عن الأنظار دون سبب جلي. ما كانش كيتخايف روحهم، كيقول لك الولاد خصني صاحبهم، وأنا الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب ولادو، ما خصنيش ما كيحسش عليهم، ما عمر ما ضربهم ولا حطم عليهم ليش. عقب ذلك نتحول إلى بلجيكا، حيث سنتابع قصة سيدة تدعى حضرية بنت حمد، منحدرة من ولد سلطان دواحي مراكش، واقترنت بإسباني نهاية الخمسينيات. J'espère un jour trouver qui je suis réellement pour pouvoir avancer dans la vie parce que je n'avance pas. في السياق ذاته ودائما على التراب البلجيكي، نرافق السيد رشيد مقدور الذي يتعقب آثار أسرة والدته المدعوة ميمونة أمزيان. La décision que je recherche ma famille c'est plus fort que moi. C'est un manque, c'est un vide et c'est une question d'existence. أما فقرة اللقاء فنخصصها لأسرة رحمة الحديوي التي عثرت عليها بعد اختفاء دام سنة. جبنا الناس مفرشدين بالفرحة ديالها. أنا وبنتي بيت عندي بنتي فرحانة. قبل التطرق لملف العدد نتوقف أولا بنواحي مولاي بوسلهام، حيث تقطن أسرة محمد المعروف الذي توارى عن الأنظار دون سبب جلي. كان يتولى الإمام بأحد المساجد الصغيرة المتاخمة لمدينة مكناس قبل أن يختفي شهر فبراير الماضي، مخلفا الأسرة فريسة لأسئلتها. جيهان دبلالي، حسن الشهاب، عبد الله بن كروم وحميد مرزاق يحاولون تفكيك لغز الاختفاء. إلى منطقة للا ميمونة نواحي مدينة مولاي بوسلهام، حيث أسرة المعروف لا تزال تعيش على وقع اختفاء غامض لمحمد الذي غاب في غفلة من الجميع. مشينا حتى لمكناس والو ما كاين حتى شي حاجه، مشينا للكجبرنا على شي راس الخيط اللي عند جبدوا هذا الراجل ما كايناش والو. قولي بالعاش والارض، انا راجلي عندي 14 عام حنا مجوجين، عندي معاه 4 د الوليدات، انا عايشين حياتنا عاديه ما كاين حتى شي حاجه، صحتهم مزيانه ما كاين والو. قعد معايا ديك النهار، قعد معايا 15 يوم، كي قعد معايا 15 يوم مشى قعد شهر. هذيك النهار كان جاي بحاله، ما كاين حتى شي حاجه، معيط لي كان جاي هذيك الساعات ديك معشي معاهم هاد الناس مع العشرة ديال هزوه، هزوه مع العشرة دالليل. مشينا ديك النهار عينا ما نقلبو، قلبنا ومشاو جدرمية قلبو بالكلاب، بحشو هاد الناس ما كاين حتى شي حاجة، ما كاينش اللي عطانا الخبر. يقولك السيد هزوه، راه هزوه عبس صندلة الميكا عريان يبكي طما والصندلة الميكا، ما عرفوش لابس جلابة ولا ما لابسهاش. كيبقاي شي شوية مقهورة بزاف. كلشي تصدم، كلشي تصدم، لا بعيد لا قريب لا جيران، لدرجة ما هنا الناس الدوار يعني شهر وهما يا يعني قايمين بالواجب ديالهم، كأن الله يستر بحال شي جنازة طارية في الدار. تصور معايا البوطة ما شعلوها الشهر هادي، ما شعلوهاش يعني، غير الناس ديال الدوار الله يكثر خيرهم والله يجازيهم بخير، يعني هما اللي وقفوا معنا في هاد المحنة. ولدي باقي صغير، كلشي باقي صغير، حتى شي حاجه معشي معاهم، فات شرب القهوه معاهم. كون عمري بدا ولا شي حاجه حنا نقولوا ايه راه مريض راه خرج ولا تاهل بلا ما يتعباش بلا ما اللي مشى هو ما شي نهار ما كتقولي دابا جا شي خبار ماشي خبار دابا جا شي خبار والو. كان عادي بنيتي ودار ويش داخل سوق راسو، ما فيه لا حاجه ما فيه لا داخله ولا خارج. هو عليك ما هي درق عليك ما شي عاد ويش تقعد تهضر معاه، هو احد العنقو احد راسو احد. ام مكلومه وزوجه مصدومه واربعه ابناء بدون معيل، الوضعيه الحاليه لعائله المعروفي التي فقدت مع غياب محمد نكهه الحياه.
وإلى عين جمعة نواحي مدينة سيدي قاسم اتجهنا حيث مقام محمد إمام لإحدى مساجد البلدة. من هنا اختفى وبهذه الغرفة ترك كل شيء. لماذا وكيف واحتمالات أخرى طرحت بخصوص غيابه. ما شفنا عليه حتى حاجة. يعني انا عند من جلس انا عند من جلس انا اللي مكلف. يعني واش ما بان لكم حتى شي اثار؟ يعني ما شفتوش حتى شي حاجه؟ لا ما كانش الساروت على برا. اها كان دق عرفقيها فقيه ما بالكش. ولكن اللي بنهار كان عادي، يعني ما كانت عنده حتى شي حاجه. النهار راه كان مشى للعيد الجمعه 7 سنين هو عندنا هنايا، ما كان عليه حتى حاجه، ما كيدير معنا والو، ما دريويش والله اعلم. قالوا شي حاجه ما نعرف الا كان شي حاجه خطفوه ولا ما. كيدوز 16 يوم 18 يوم كيمشي، ولا 20 يوم ولا كيمشي عاوتاني لهيه، كيدوز عاوتاني نفس المشكل 18 يوم 16 يوم 17 وكيجي. عليكم السلام. عمدرا ما بانت لكم حتى شي خبر؟ لا والو، ما كاين حتى خبر. كاين حتى حاجه جديده؟ لا والو، ما بانت لكم حتى شي حاجه جديده زعما؟ يعني كاع كمعصب او صافي؟ لا والو، راه عادي. نهار الجمعه النهار اللي تخطف واش كان صلى معكم؟ اي صلى معنا هنا في الجمعه بحال اليوم. بحال اليوم؟ بحال اليوم. وفقاش تفارقتوا نتوما معاه؟ نيش بحال الجمعه، مشى كل واحد مشى بحال ما. اي الجمعه تفارقتوا يعني؟ ما عرفتوش طلاق؟ اي لا والو. والسيد ها هو اختا غاب شهرين ما بانش كاع، فين انت غتزيد انت؟ راه شي حاجه يعني غريبه. هادشي كيخوف. لا فين كيخوف؟ لا وقع انا بجد ورامين علينا. كاين خور يمشي اييه، ما يبقى تبقى يعمر المساجد. هاد السي محمد راه ابن عمنا وقبيله وحده، دوار واحد، جيران، ولد عمي، عائله وحده. كتب لنا الله تبارك وتعالى الخبز هنا في عين جمعه اقليم مكناس مده 30 سنه وحنا هنا. اول خطره وقع له هذا المشكل، حنا بيدنا بقينا ما عرفنا كما قلت لك، لا لساس ولا الراس، ما بقينا عارفين لا البدايه فين ولا النهايه فين. حنا بيدنا بقينا موسوسين ضايخين، ما عرفنا حتى شي حاجه الى يومين هذا. كنت اسف على هذا الشيء، لان هذوك الوليدات 4 الوليدات وباقين صغار وباقين كيقراو، والمراه مع عمرها خرجت خدمت، مع عمرها خرجت بالدارهم مع دها الوالدين ديالها اللي هي شويه يديروها. كنقول تتمنى انا من راسي هذيك 20,000 اللي كنشد لما باش السيد نفرقها معاه، اللي بوجه هذوك الوليدات يتامى. حنا سولنا على خالي وكنبحثوا عليه وكنقلبوا عليه، ولكن حنا جينا سولنا صحابه، يعني وما كاين حتى شي حاجه جديده، ولو مشينا عند السلطات، والسلطات يعني قائمه بالواجب ديالها، يعني كتبحث كتقلب. واختي بغينا نعرفوا هاد الاختفاء اللي جا مفاجئ، يعني علاش؟ حنا بغينا على الاقل تبان ولو عيش حاجه بسيطه. عدنا إلى بيت العائلة حيث الكل في انتظار عودة قريبة لعلها تفك لغز اختفاء مبهم لشخص حامل لكتاب الله. كنت دار شوية دبرة شوية وصافي، راه صابراني واخا ما تصبر جامع، من ما كون عابان بعد نعرفو عاللي كاين بين ميت ولا حي، بعد شوية قلبك عايد تفش بحال تبرت حاجة، ما كاين القلوب راه باقا مغيرة. كنتمنىهم الله تبارك وتعالى ويبينوا لنا ويكون على قيد الحياه، ويبينوا لاولاده، ويبينوا العائله ديالو الكبيره والصغيره والاصدقاء ديالو، لان احنا في امس الحاجه ليه، اولاده اكثر منا احنا في امس الحاجه ليه، لانه هو المعيل ديالهم الوحيد. دارو دابا الوليدات وبداكشي اللي
اللي عطى الله، ما ديك الخليصه بعدا كيتخلصها كيجي يصرف على وليداته وكيمشي. دابا حتى الخلصه طلعت حتى المندوبيه شي حتى المكناس، الخلصه قطعوها حبسوها عليا. دابا مع هاد الولاد ما عندي باش نعيشهم، ما عندي فين عنديهم وما عندي فاش نعيشهم. انا ما عندي حتى شي واحد، الا ما صرفوش عليا الناس منا كل ما ناكلش نبقى نسعه في عنديهم في عند ربيهم. حتى قبل عند نخدم ما عنديش كل يقابلهم لي هاد الولاد باش عايشوا والو. الولاد باقي صغار، فين هي مدرستهم، فين هي ماكلتهم، فين هي كسوتهم. انا بزاف عليا هادشي. ما كاش كيسخايف روحهم، كيقول لك الولاد اختي نصاحبهم. انا الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب ولادو، انا اختي نصاحب ولادي. ما خصنيش ما كيحطش عليهم ولادو، ما عمر ما ضربهم ولا حطم عليهم ليدو. كنبكي بكر بغيت نبكي قدامهم. ولينا إلى بلجيكا نحط الرحال، حيث سنتابع قصة سيدة تدعى حضرية بنت أحمد، منحدرة من ولاد سلطان ضواحي مدينة مراكش. اقترنت بإسباني نهاية الخمسينيات وهاجرت برفقته سنة 64 900 و1000 إلى بلجيكا. حملت حرقة فراق الأهل إلى القبر قبل مدة، لكن ابنتها تيريزا ريفيرو غارسيا عاهدتها على الوفاء لوصيتها في أفق العثور على أسرة الأم بالمغرب. تفاصيل قصة مؤثرة نتابعها مع حسن بن رابح، حسن الشهب، عبد العالي العثماني ووفاء مستفيد. مدينة شارلوروا جنوب العاصمة البلجيكية بروكسل. بأحد أحياء المدينة سنزور مقر سكن عائلة تيريزا غارسيا، وهي سيدة تنحدر من أصول مغربية وبالضبط مدينة القنيطرة، وستحكي لنا خيوط بحثها عن هوية أمي الحقيقية في قصة لا تخلو من الغرابة والتشعب. كان من الصعب البحث عن أصولي، لقد كنا مثل سمكة في الماء. أمي كانت تمنعنا من الاختلاط مع العرب، وفي كل مرة كنا نطرح عليها الأسئلة كانت تتعمد الإنغلاق على ذاتها، تقطع الحديث، كانت تدرك ماذا تفعل. كنا نقول لها لماذا لماذا، تجيب أنها بدورها لا تعلم من نكون ومن نحن، وأنتم بدوركم لا تعلمون من يكونون. الآن لدي الرغبة لأني أم وعندي أبناء، أريد أن أعرف لأجل أبناء الثلاثة. أريد معرفة ماضي حياتها مهما كانت، أتقبل كل شيء. أعتقد أنه لدينا عائلة بالمغرب، خال أو خالة، شيء من هذا القبيل. حياتي بالمغرب، إنها أصولي وأريد معرفة ذلك. أريد أن تفتح جميع الأبواب لاكتشاف سر أمي. إذا تيريزا انتظرت لسنوات طويلة قبل أن تقرر البحث عن أصولها المغربية وعن عائلتها من جهة الأم، قرار اتخذته مباشرة بعدما توفيت أمها. انتظرت وفاتها لكي أتمكن من انطلاق عملية البحث، والآن أنا مستعدة لذلك. لكن قبل وفاتها كان من المستحيل أن أبدأ البحث، لأني كنت شابة وكانت تعيق كل مرامي للبحث، أو بالأحرى عجزت عن ذلك. وللأسف ماتت وهي تحتفظ بالسر، سر كبير، ولا أعلم لماذا أصرت على عدم الكشف عن السر. الأم اسمها حضرية بنت أحمد كانت تقيم رفقة زوجها الإسباني. أبناؤها كانوا لا يعرفون أي تفاصيل عن حياة الأب والأم، وقبل مدة قصيرة فقط اكتشفوا هوية أبيهم وزاروا مسقط رأسه بالديار الإسبانية.
فيما لا زالت هوية الأم محل علامات استفهام عديدة رغم المجهود الكبير الذي بذلته تيريزا رفقة إخوتها في عملية البحث. Moi j'étais venue pour te montrer, enfin je voulais te montrer cette photo-là. Tu vois, marocaine. ففي كل مناسبة يعيدون مراجعة المعلومات المتوفرة من خلال وثائق الأم والأب الرسمية، والوحيدة التي تتذكر قليلا طفولتها بالمغرب هي الشقيقة البكر لتيريزا. نعم، أختي تقول أني أتذكر شيئا من طفولتي، صحيح، لكن لا أتذكر أشياء كثيرة. لم أكن أتجاوز سنة الرابعة، كنت صغيرة جدا. وما يتعلق بذاكرتي أن أبي كان يشتغل بميناء الصيد، ولا أتذكر ملامح أمي وقتها. أعرف شيئا أني كنت أرتدي فساتين جميلة بيضاء فاخرة، وعندما أتسفح الصور وأغوص في الذكريات أتذكر مسبح غير مغطى وأمي تضع الحناء في خصلات شعرها. الأم تحمل جواز سفر صادر من العاصمة المغربية الرباط في يونيو 1964، رقمه 01-37-97، والبنت البكر جوزيفا لها شهادة ميلاد موثقة بمدينة القنيطرة، فيما الأم المتوفية تنحدر من منطقة ولاد السلطان قرب مدينة مراكش. عندما ذهبنا لا أتذكر، كنت طفلة، لا أعرف هل كانت بعد الظهر أو في وقت من الليل أو في الصباح الباكر، لكن كان الظلام وذهبنا، لقد هربنا، لا أعرف إلى أين. كانت حزينة وتعيسة. لماذا الهرب؟ لماذا اختفينا؟ لا أعلم. إنها حياة الأكاذيب، وهذا شيء يؤرقني وأثر على أبنائي. رغم أني أعاني أحاول الابتسامة دائما. Parce que ça ne regarde pas les gens, quoi. Mais elle avait des yeux vides tout le temps. كانت لأمي عيون شريدة دائما، تستند على كفها وتظل مستغرقة في التفكير. ونحن كبرنا، لكن ببلجيكا لم تكن لها حياة، وطنها تشتاق إليه. تفاصيل القصة رغم المعلومات المتضمنة في بعض الوثائق ظلت عصية على الفهم. الأبناء عجزوا والأحفاد ورثوا إرثا معقدا له علاقة بالبحث عن هوية، عن وطن، عن دفء عائلة محتمل. ميلاني واحدة من الحفدة، أم لطفلتين، شبت على موضوع واحد، جدتها من تكون. أظن أن الجميع بالعائلة يعاني من مشكل الارتباط، وبشكل لا إرادي عدة أشياء ظهرت عوارض ذلك أو موروثة، وفي الأساس لدينا مشكل عدم الارتباط بالنسبة لهذا الموضوع. الآن قد عايشت هذا السر الثقيل، يصعب علي عندما لا نعرف أصولنا وتاريخنا وانتماءنا، يكون شيء ما ينقصنا. اليوم وأنا أم وأريد أن أقول شيئا ما عن أجدادي، صحيح، عندما كنت صغيرة كنت أتذكر أن جدتي كانت صعبة، كانت باردة الأحاسيس، لا تعرف ترجمة حبها وحنانها، جدة بدون ارتباط. Début mai, non, moi je dirais plutôt vers la mi-mai, ça m'arrangerait mieux.
Oui, oui, avant le ramadan. Oui, oui, il faut qu'on parte avant le ramadan. Oui, parce que ça commence le 17 au Maroc, le ramadan. Oui, certainement, c'est très important. أمر مثير عندما تجد أناس بالمغرب قاموا بإجراءات البحث وفي نهاية المطاف أغلقت جميع الأبواب. إذن قد يكون هناك إرث. ما هي طبيعة هذا الإرث؟ لا أعرف لماذا هربت هكذا، لماذا لم تشرح لنا وماذا عن عائلتها؟ أظن أنها تكتم سرا إما للحفاظ على نفسها أو لحماية عائلتها. أنا قطعا لا أعرف شيئا وعجزت عن الفهم. سبق لأفراد الأسرة أن قاموا بمجموعة من المساعي للبحث عن هوية الأم الحقيقية، مساعي باءت بالفشل لحد الآن رغم أنهم في كل خطوة يكتشفون أشياء جديدة. أحترم أمي مهما فعلت، أحترمها للتربية التي منحتني، أحترمها لأنها حمتني ومن أجل المرأة التي أنا هي الآن، حقيقية وصريحة. وفوق ذلك لقد عاشت بسر مضني، كان شيء مؤلما بالنسبة لها، أن تنام، أن تأكل، أن تسافر، وما عدا ذلك شيء مؤلم داخليا. ورغم ذلك تعايشت وحاولت حماية الجميع. تحية لها. في مساعي البحث العديدة والطويلة والتي انطلقت منذ سنوات، توجهت الأسرة خلال فترة التصوير إلى مقر القنصلية المغربية بالعاصمة بروكسل. هنا إداري هذا المرفق الحيوي قاموا بما يلزم في تدوين معطيات البحث في انتظار انتهاء إجراءات التحري بالتنسيق مع مجموعة من الإدارات بالمغرب. كاميرا البرنامج لم يرخص لها بتسجيل وقائع الاجتماع بين إداري القنصلية وأفراد الأسرة المعنية. لقد تم استقبالنا من طرف قنصل المغرب ببروكسل، وقد تمكنا من أن نشرح له الخطوات التي اتبعنا في بحثنا، ونائبه استمع بدوره لنا وفهم القصة وتأثر بها، لأنه بعد سنوات طويلة من البحث من أجل التعرف على عائلتنا وأصولنا، بالنسبة لي كان لقاء مميزا. لقد قام بنسخ بعض الوثائق والصور وبرفقة طاقمه ووعدنا بمساعدتنا في البحث. الأم توفيت في دجنبر سنة 1993. في الوثائق مدون أنها بنت محمد والأم مولودة بالداغي، وتم نقلهم إلى بلجيكا تحت رعاية الأمم المتحدة دائما حسب أقوال السيدة تيريزا. وهذه بعض المعطيات حول الأب. أعرف أن أبي إسباني، اسمه ريفيرو غارسيا إستيبان، ينحدر من منطقة بادافوس الإسبانية. امتهن مجموعة من الأعمال، فلاح، صياد، سباك ومهن يدوية أخرى. بعد كل يوم شاق من البحث والتحري، تعود السيدة تيريزا إلى بيتها ضواحي مدينة شاغلغوا. الأسئلة المعلقة، ماضي أمي المبهم، التخمينات المحيرة، ترمي هذه الأم رفقة شقيقتها كل شيء خلف ظهرها وتحاول أن تنسى، ولو للحظات وهي تمارس هوايتها المفضلة البستنة. J'ai tout enlevé et après la semaine prochaine je vais tous les tailler. Voilà.
إنه ليس بالبحث البسيط، إنها جذوري، دمي، إنها حياتي، إنه المغرب، إنه في قلبي وأحشائي أينما وليت وجهي. أرى المغرب في كل وقت وحين، ولدي شعور أن المغرب يجذبني. إنها أصولي، ما دعا سي أن أفعل. لا يهم البحث بقدر ما يهم العثور عن الأصل، وأتمنى أن أجد يوما أجوبة لكي أستمر في الحياة. لمن سيشاهد صورة أمي أو أي تفاصيل أخرى مهما كانت، أنا مستعدة لتقبل الأمر والعثور على أجوبة، ولما لا التواصل معهم أو الالتقاء بمن يعرف أي مؤشر. إذا كان الوالدين قد ارتكبا خطأ ما، نحن أدينا الثمن كثيرا ونريد ألا نستمر في تأدية الثمن، نريد الحقيقة ومواصلة مشوار الحياة. نريد المغرب. ودائما على التراب البلجيكي نرافق السيد رشيد مقدور الذي يتعقب آثار أسرة والدته السيدة ميمونة أمزيان المنحدرة من ضواحي مدينة الناظور حسب بيانات جواز سفرها. السيدة ميمونة توفيت بداية هذا العام فيما رشيد والإخوة يخوضون معركة البحث عن أصولهم المغربية. عودة إلى حسن بن رابح، حسن الشهب وعبد العلي العثماني. بأحد أحياء وسط مدينة مونس يقطن السيد رشيد مقدور 47 سنة، يشتغل في مجال الصباغة والديكور. هو ثمرة زواج مختلط بين مغربي وجزائري، له شقيقة توأم تقطن بالولايات المتحدة الأمريكية وأخ أكبر من جهة الأم. رشيد أب لطفلة وحيدة، وهذه أسباب بحثه عن عائلته المغربية. لماذا أبحث؟ لكي أعرف الباقي من عائلتي. منذ أن توفيت أمي أريد أن ألتقي عائلتي وأن أبلغهم أن أمي توفيت. العائلة التي لم يسبقني التقيتها ومعرفة أشقاء أمي وأبنائها. لم يسبق للأم قيد حياتها أن كشفت سرا من أسرار عائلتها، بل لم يسبق لها الحديث عن أصولها حسب السيد رشيد. أمي لم تقل لنا شيئا، وقد كانت جد مكتمة حول تفاصيل حياتها. لا نتحدث في الموضوع لأنها ترفض الحديث. جاءت إلى هنا إلى بلجيكا في 1962، كان عليها أن تعثر عن عمل، وعندما أتت كانت حامل بأخي الأكبر. بعد ذلك التقى أبي بأمي هنا ببلجيكا وهو جزائري، كان يشتغل في مجال البناء. التقاها على ما أظن في 1968 أو 69. بعد ذلك ازددت رفقة شقيقة التوأم في 71 900 و1000، ولقد تطلق، ومنذ بلغت سن السادسة لا أرى والدي سوى في عطلة نهاية الأسبوع. Je le voyais que les week-ends.
الأم حسب جواز السفر وبعض الوثائق الإدارية اسمه أمزيان ميمونة، تنحدر من منطقة الناظور وبالضبط من مكان اسمه مزوجة. في الوثائق التي تركت أمي لا يوجد العنوان الذي ازدادت فيه بالناظور بالمغرب. وأنا لم أتمكن من الذهاب هناك لأني أفتقد للمعلومات الكافية التي تخول لي الذهاب هناك والبحث عن مكان سكنها ومعرفة باقي أفراد الأسرة. وهنا أشتغل ولدي ابنة، لا أعرف كيف سأسافر وأترك العمل والابنة، لذلك أبحث عن العنوان الذي كانت تسكن فيه لكي أتمكن من السفر والبحث. ورغم قلة المعطيات لم يعترني اليأس في مسعى بحثي للعثور على عائلتي. لم يسبق لرشيد أن زار المغرب بلد أمي، بل وللوقت وجيز كان لا يعرف أيضا عائلة أبيه بالجزائر، لكن إصراره قاده لاكتشاف عائلته الجزائرية من خلال بحثه في مواقع التواصل الاجتماعي. صحيح أن أمي لم تطلب أن أقوم بهذا البحث، لكن أنا من رغب في معرفة واكتشاف عائلتي بالمغرب. أما فيما يخص الأب، عثرت على العائلة من خلال تطبيق الفيسبوك، لذلك ارتحت من هذا الجانب. أتواصل معهم افتراضيا من خلال الكاميرا. وشقيقتي التوأم بالديار الأمريكية دائمة السؤال بدورها عن جديدي حول عائلة أمي، وأبحث أيضا لكي تتمكن طفلتي من معرفة عائلتها بالمغرب. T'as mal aux dents, tu sais pas l'avaler. Comme ça, hop. Je te donnerai un médicament. T'auras moins mal. Merci. Vers l'âge de 7-8 ans, j'ai vu... في سن السادسة أو السابعة التقيت واحدا من أشقاء أمي، في الواقع لها شقيقان. الأول قدم من لندن فقط لوقت وجيز لا أتذكره جيدا، كنت صغيرا ولا أذكر اسمه، أتذكر فقط أنه كان أطول مني نحيف البنية الجسدية وكان ظريفا. بعد ذلك لم نره مجددا، والشقيق الثاني لأمي لم يسبق أن شاهدته، أمي فقط من تحدثت عنه، وتحدث عنه أيضا الخال الذي قدم من لندن وقال إنه يعيش بفرنسا. السيدة أمزيان ميمونة كانت تعاني الوحدة والوهن، وكانت تقيم بدار للمسنين بالعاصمة البلجيكية بروكسل. وهنا سنغادر مونس ونتوجه إلى بروكسل. فقط الصدفة من قادت هذه الناشطة الجمعوية للتعرف عن ظروف حياتها، وهي من قامت بمساعي حثيثة لإبلاغ ابنها وعائلتها بظروفها قبل وفاتها. برومي كونتاكت مع هاد العائلة كانت هادي 7 سنين في واحد دار العجزة اللي كنا كنمشيو نزورو أنا وماما وصحاباتها. كنا كنمشيو نشوفو الناس اللي من أصل مغربية ولا أجنبية غير باش نشوفو ونهضرو معاهم. كان عندنا واحد الكونتاكت مع هاد السيدة حيت كانت من الناظور وكانت كتهضر معنا الريفية، ومن تماك بدا الكونتاكت. كنا كنمشيو كل مرة نزوروها، بدينا بقينا هذاك كنمشيو نشوفوها حتى توصل هاد العام، وكانت شوية الصحة ديالها بدات شوية كتكبر وبدات كتمرض شوية. Allô? Allô, il y a des coupures. Ah, tu m'entends? Oui,
للآن لا زالت في تواصل مستمر مع رشيد، بل وتحفزه وتساعده في عملية البحث عن أصوله المغربية. جميلة، تا سور مصطفى، طون فخير، كومون يفون؟ ملي كانت ملي بدات كتمرض شويه جاتني الفكره باش نتصل ببرنامج مختفون، وقلت علاش لا نقلب على العائله ديالها ويعرفوا بانها شويه مريضه ويتسامحوا معاها ولا تسامح معاهم قبل ما تموت. وتماك بانوا ولادها وتعرفنا عليهم، كانت ديجا كتعاود لينا عليهم بصفة عامة، بنتها اللي عايشة في الميريكان، ولادها جوج ولادها اللي كاينين عايشين هنايا، كانت كتحكي لنا عليهم، هضرات لينا على الدار اللي عندها هنايا في بروكسل، اللي شراتها بوحدة في واحد الوقت، هذه وقيلة شي 50 عام. بمدينة مونس يحيى رشيد على أمل وحيد هو العثور على عائلته بمدينة الناظور. لا ديسيزيون كو جو شيرش ما فامي سي بلو فور كو موا. قرار البحث عن العائلة قرار أقوى مني، أحتاج للمعرفة، بل يشكل علي ضغطا معرفة باقي أفراد عائلتي بالمغرب. إنه شعور بالنقص، إنه فراغ وسؤال يتعلق بالوجود، إذا يجب حتما أن أعثر عليهم. Donc il faut absolument que je les retrouve et que je les vois. Même des jeunes qui viendraient casser les œufs aussi. Si la famille d'Améziane Mimouna إذا كانت عائلة أمزيان ميمونة بمدينة الناظور تشاهدني، أطلب أن يتصلوا بي وهكذا نتمكن من التعارف والالتقاء وصلة الرحم. الأسئلة المقلقة ونفس الحرقة تساور أسرا قلب الاختفاء حياتها تفتح قلبها لنا ولكم من خلال النداءات التالية التي أعدتها لنا نوال العلج، لنتابع. قلب على اسم محمد لطيف، خويا اللي تغيب في عام 2003، كان كيخدم في مدينة الرباط، ومرة مرة كيمشي لأكادير، بلي تغيب قلنا حنا ممكن نمشي لأكادير، من تما تقطعت الأخبار ديالو، تنقول يا خويا إلا كنتي كتشوفنا راه الوالدين ديالنا توفاو، وانا تنقلب عليك محتاجه ليك بزاف، عيطت عليك. وهو سمر في اللون ديالو، مطويل ما قصير ونحيف، وعندو كان مهفيت مهرس من اليد ديالو، عندو يدو شويه دايره. تنقول يا خويا كنتي كتشوفني، عيط ليا ولا عيط للدوزين. انا نجيه نربي واحد الوليد في عمره 34 سنة، شديته من السبيطار بنو طوفيل، تنتمنى أمو إلا شافتني ولا سمعتني بيتها زعما بغى منها والو، بغى غير يشوفها يا صلاة الرحيم. أتلغ سيوي أحمد اسمه سلا عباسي أحمد، لحيت عام هادي عام هادي يتلح يفوق السن 17 شهر 7 2017. أتمنى غوانا تيزران يعلم سلمرا الشاشة نغلم رانو. القلب على ولدي سي محمد بلادي، تخرج 3 سنين هادي 2015 نهار 10 شهر 10. إذا كان ولدي باقي حي، إذا عرفتو ميت ولا حي، إذا كان ولدي حي يتصل دوزين أو نمرة الشاشة. أنا سميتي عزيز، من الأربعة العوناس، ربطتنا واحد السيدة سميتها زهرة عابد من دوار ولا الحميد،
كنقلب على الوالده ديالي حقانيه. انا جا خالي قال لي بانك راك زدتي في السبيطار يريزكو امك بانها راه ما مسامحاش فيك. امك مني ولداتك كانت معها اختها خرجاتك جابتك عندنا قالت لنا وريوني ولدي فين غادي يكون غادي نمشي نعرفو فين غادي يكون نبقى مره نجي نشوفو. حنايا ركبنا في الطوبيس باش غادي نديوها نوريوها عطيناها العنوان مقلوب. ركبنا في الطوبيس زدنا جوج بلاكات هبطنا هزينا في الطوموبيل خطفنا في جناك. لحد الان راه ما بقينا عرفنا على حاجه. نقلب على خويا فؤاد اللي صغيب 2002 شهر 5. الا كنت خويا كتسمعنا احنا قلبنا عليك. مشينا قالوا لنا سيدي قاسم قالوا لنا سيدي سليمان قالوا لنا في الدار البيضاء علينا ما نقلبوا ما لقيناك. الا كنت خويا كتسمعنا رجع للدار اخواتك توحشوك بزاف ورحنا علينا نقلبوا عليك وما لقيناكش. ولا كتعرفوا هذا السيد الله يرحم الوالدين اللي عنده شي اخبار عليه في المدينه ولا في شي قرى ولا في شي بلاصه يجي يعلم الشاشات ديال دوزي ومن المرال على الشاشات دوزي. انا الاسم ديالي عبد الله عطي الله كنقلب على خويا عبد الرحيم عطي الله. الاسم ديال الام رابحه متغيب نهار 97 شهر 6 واللي سمع لي شي حاجه ولا شي اخبار يتصل بينا ولا يتصل بدوزي. نقلب على خويا سي محمد بن فضال اللي تغيب شهر 2 2006 من داك الوقت ما سمعنا عليه حتى شي حاجه. الله يجازيكم بخير اللي شافه في شي بلاصه او تعرف عليه يتصل بهذا النمره على الشاشه او يتصل بالدوزي. نتمنى ان تنال الاسر التي بثتنا نداءاتها نصيبها من الفرح كما هو الشان بالنسبه لاسره رحمه الحديوي المصابه باضطراب نفسي انقادها الى التي قبل سنه تقريبا ليتم العثور عليها بجمعيه دعم الاشخاص في وضعيه تاخر ذهني والمرضى النفسانيين بمكناس. عوده الى جهان دبلال التي تقربنا من تفاصيل اللقاء الحي. إلى مدينة مكناس شدت الرحال بعد مسيرة بحث مدنية عن فلذة الكبد، رحلة قادت للقاء بعد قرابة السنة من الاختفاء. إنها أم رحمة الحديوي المنحدرة من منطقة سيدي علا البحراوي. خرجت وما لقيناش خرجت من الدار. أنت اش كتجيها؟ أنا أمها. الأم ديالها؟ أي أمها. والحاجه باش خرجت كيف انت؟ لا لاباس عليها ما فاتش حاجه، هي دارت الفطور لينا كلينا شربنا هذا اكثر من 15 يوم 15 يوم هذه باش عيطوا لي باش عيطوا مزيان هي عندنا انا في المركز. ايوا يخليك علينا كثر خيركم وكثر خير هاد الناس اللي داروا لنا هادشي كلشي. دابا انت ملي غتديها شنو غديري معاها؟ غنمشي للمحل نريح مع خوتها كما قايده كما واش غتعاملي معاها تخلي عاوتاني تخرج؟ لا لا ما تخرجش هي ما عمرها خرجت بوحدها. كنا عاوتاني خصك تحرسها جوج تخليش عاوتاني تخرج. لا لا ما تخرجش هي ما تخرجش. شقات سخرت كلشي في المحل جات شي موتة جات شي مناسبة نمشيو نخليو بوحدها نلقاها مصبنا تلقاها كلشي جاي معاها كلشي مقاد المحل هاني ما عرفتش نتشوش منها كاع نايم. وهي داكشي فين خرجت هي راه واحد السيده حدانا مرضة شوية هبطت عندها مرضة بالحساسية الحق عندها جات ما لقيتهاش بقيت انا نعيط رحمة رحمة وهي عيطت لي واحد الدري كبالتنا جيراننا قال لي رحمة راه مشات بحال هكا غادا عند اختك ليلى ما مشاتش عند اختها رحمة مشات لهاد البلاصة كتقول لي غنمشي نخدم غنمشي عند خالتي راه مشات عند خالتها. عينا ما نجري وطن اخبار طير كبيت وجا تيفلت عينا ما نجري. فاش هو المركز ديال السيفيطا كانت هي القهوه حتى هي في وضعية الشارع تيس في وضعية الشارع وهزوها صافي ومشات تما هي طلعت تما هي بقات تما معززه مكرمه حتى تفتح المركز ديالنا هنايا وجات ثانيه هي ما عندهاش تخلف عقلي عندها بحال اللي مرض نفسي بحال نفساني عندها اضطراب نفسي اللي عندها هي ما هي مركزها ما كتاجي تما حتى حاجه. تحملي مسؤوليه تاع الالتزام انك ما تخليهاش مثلا تطلع في الزنقه. لا 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 ما تخرجش فهمتي. ما تخرجش انا غادي ندوز واحد المده قصيره ونشوف عاوتاني فين وصلت. ايوا كاين مجموعه ديال الاجراءات ماشي كتجي وتاخذها كتجي كتشوفها بعدا كنتيقن بان الام راه فعلا ملك العائله فعلا ديالها كتعاد كدير الالتزام بانك تلتزم بها تعطيها الادويه ديالها في الوقت ديالها وتعتني بها في المده المساعده الاجتماعيه تخرج من داك التيران توجد واحد المده نخرجوا عندنا نشوفوا واش البينيفيسيا اللي عندنا واش في نفس الظروف اللي كانت عندنا هنايا عايشه فيها في الدار ماشي مثلا نمشي نقلب عليها نلقاها مثلا خرجت على الزنقه كتحمل المسؤوليه الام ديالها. Thank you.
لعلها فرحة اللقاء التي أنست الأم ألم الغياب رغم أنها لم تفقد الأمل يوما. نزلت عاد خلاتي ما كنا نعرفوا لا ميتة لا حية. تخلينا فين قلبنا وجرينا تهينا معنا الحباب الحمد لله والناس والجيران وكل شيء والو لا خبر يعطيك تعيطوا علينا هاد الناس اللهم لك الحمد ونعيطوا علينا انا النعاس ما جاش النعاس ما جاش دابا لاباس مع هاد الناس لاباس الناس فرحانه ملي بغينا نجعدوا رحت انا قلت قاعد يعدي رحتي اللهم لك الحمد الحمد لله رحمه الحديبي مريضه عندها مرض نفساني وكتتبع معنا هنا كنتبع معها التريتمون ديالها كتاخذوا شاك جوغ ماتان سوار كتفيق الصباح كتفطر مع النزيلات صافي كتاخذ الدواء ديالها من بعد كتبقى مع النزيلات كتهضر معاهم كتواصل معاهم كانت مره كتعاود لنا على عائلتها كتقول لك توحشتهم بغيت نشوفهم وعارفه البلاصه فين كاينين عارفه المدينه فين كاينين عارفه كل شيء زعما ما نسيت حتى حاجه عارفه شحال عندها دخوتها عارفه الوالده ديالها عارفه كل شيء فاش سمعت بان عائلتها غادي يجيو عندها تاثرات وفرحات بزاف وبكات وعجبها الحال حيت ديما كانت كتسول فيهم وما عمرها ما نساتهم يعني كانت الفرحه ديالها لا توصف وانا ما حدي كنبكي ولادي كيقلبوا ولدي ما كيقلب ما تيخلي خوها حتى بلاصه اللي ما قلبناش قلبنا القنيطره في السلات فلتي داير السميه الخميس غير اللي ما جيناش رحت ليل عاودت ليا فرحت ديك ليله نعس ما بغاش يدينا بالفرحه ديالها انا وبنتي بيتي عندي بنتي فرحانه والله كثر خير الناس وهاد الناس اللي بينوا علينا الله يخلف عليهم كثر خيرهم في هاد العواشر اللهم لك الحمد قلت لاباس عليها ما عندها حتى شي مشكل وسلمت علينا وهضرت معنا في التليفون قبل لا نجيو اللي عيطوا ليا هضرت معايا في التليفون اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد على هادشي غنديها ان شاء الله خواتي تفرحانين وكيتسناوها الحباب كلهم فرحانين الحمد لله كلشي كيسول كلشي كيجي لحال كلشي كيجي بغي يسول عليا غتمشي ان شاء الله اليوم ما صافي سخيتي بينا صحاتي ولي خلاك صاحبتي والهنا ها انا نخليك ونتي ربي يخليك ولفتينا تاعتي ولفتكم وصحاباتك عزاز عليا بقيت تفكرينا دابا تفكركم ديما تفكركم على الخير بقاو نهضروا معاك اللهم تهلاي فراسك بالحق هذا كيتخرج مره اخرى الله خير عليها دوزنا ايام معاها زوينه ربي يخليك ابنتي ربي يخليك باقا غتغني لي عندك ابتسامه تقول لي اش ديك الاغنيه اللي خليتي دابا راني نسيتها في قلبي في قلبك عندي زيدي قالك انا نصرجا صفو داري خمت مرقع شنو طاحيني يلا ولبسي جلبتك وما تنسيناش انا باغا نحفظ هاد الاغنيه غنمشي نكتبها بالستيلو باش نبقى عاقله عليها اللهم عليك الحمد لله تصلى اطرافك تصلى ثم تكمل ديال يلا زيد المهم زيد وتهلاو بيناتكم ربي تهلا تهلاو فيها مسكينه اللي ما عاش الوضعيه ديال اللقاء ديال الرحمه الحديوي مع امها عمليا وبطريقه مباشره ما يعرفش الدور ديال المختفون فطبيعه الحال احنا غادي نعملوا من اجل لاقي ما كرهناش على ان الجميع يلتحق بالاسر ديالو ولكن حيت تلقى بان ما معروف لا اسره لا كذا تتكون انت اللي مسؤول على الاكل ديالو بحال في عائلته بحال في وسط الاخوان ديالو ورحمه الحديوي كيف ما شافوا الجميع ما كانتش محتاجه للاكل او الشرب او اللباس بقدر ما كانت محتاجه للافيكسيون محتاجه للعطف محتاجه للحنان محتاجه لذاك التجمع الاسري عدد الليلة كان الأخير في موسمنا التلفزيوني الحالي خدمة نداء ومختف على راديو دزام مستمرة إلى غاية نهاية شهر يوليوز بكل حب نشكر لكم دعمكم ثقتكم ووفاءكم ونعدكم بموسم إنساني في مستوى انتظاراتكم إن شاء الله في أمان الله.